ملاك الأرض هو اللقب الذي حصل عليه بعد خدمته للأطفال الذين تخلى عنهم ذوهم. محمد بازيك المواطن الأمريكي من أصول ليبية الذي كرس حياته لخدمة أصحاب الأمراض المستعصية. وإليكم في هذه الحلقة معلومات عن صانع الأمل الذي وهب حياته لخدمة 80 طفلاً من فاقدي الأمل في الحياة. قصته بدأت كأي شاب في مثل عمره يحلم بالحياة. ترك بلده ليبيا وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 من أجل دراسة الهندسة الإلكترونية، واستقر في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. بعدها بعام واحد تعرف إلى فتاة أمريكية، وبعد زواجهما تغيرت حياته تماماً. زوجته كانت تعمل في مجال حضانة الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية، أطفال صغار تخلى عنهم ذوهم، تركوهم بعد علمهم بحقيقة مرضهم، بعضهم تخلت عنهم الأمهات بعد ولادتهم مباشرة، تركوهم في المستشفى يواجهون مصيراً مجهولاً لأن البعض لا يرغبون في أطفال لا أمل في شفائهم. بعد زواج بازيك واستقرار حياته إلى حد ما، بدأ يفكر في الحياة بأسلوب مختلف. بدأ شغف الزوجة ينتقل إليه تدريجياً، وأصبحت لديه رغبة عارمة في مشاركتها نشاطها الإنساني في حضانة الأطفال أو كفالة اليتيم. وبدأت رحلته الإنسانية عام 1995. في البداية ساعدته زوجته على الاستمرار في تنفيذ فكرته، وأصبح الزوجان متخصصين برعاية الأطفال من ذوي الأمراض المزمنة سواء كانوا يتامى أو ممن تخلى عنهم ذوهم. خلال أكثر من 20 عاماً تكفل بازيك ب80 طفلاً في منزله، وحاول خلال هذه الفترة أن يجعل الأطفال يشعرون بأن لديهم عائلة وأشقاء وشقيقات، لكنه فقد 11 طفلاً بسبب تدهور حالتهم الصحية. يحكي أنه مر بالألم أكثر من 10 مرات، لكنها سنة الحياة. كانت أول وفاة في منزله لطفلة عمرها 1.5 سنة، وتأثر بازيك نفسياً بهذه الواقعة وبذل أقصى جهده لإنقاذ باقي الأطفال. محمد بازيك هو أول من تلجأ إليه السلطات الصحية لاستقبال الأطفال أصحاب المشاكل الصحية المزمنة، وذلك لأنه الوحيد الذي يقبل استقبال هذه الحالات ورعايتها بأسلوب إنساني. ولدعم بازيك في مشروعه الإنساني، أطلقت الأمريكية مارغريت كوتس حملة تبرعات على الإنترنت لتساعد بازيك على رعاية أكبر عدد من الأطفال لكي يوفر لهم ظروفاً جيدة. ووفرت الحملة وقتها 642,888 دولاراً. في عام 2000 أصيبت زوجة بازيك بمرض الصرع، فاضطر إلى ترك عمله في مجال الهندسة لرعاية أسرته والأطفال المسؤول عنهم. كرمت دائرة الشؤون الدينية التركية محمد بازيك ومنحته جائزة الإحسان الدولية المرموقة، وكرم أيضاً من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكان اسمه ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة مبادرة صناع الأمل.